طيب فيديو النهارده هنشرح اخر رسمه عندنا في الامتحان بتاع النهارده، وهي الرسمه دي. الرسمه دي امثل حاجه ليها ليه؟ الشكل ده ماكسيمتريك، فانت ترسمه اباوت الاكسس دوت يا شباب. زرتا نمسح كده، هترسمه اباوت الاكسس اللي في النص ده. تبدا ترسم الشكل الاوتر اللي قدامك ده كده 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 كده، وتعمل له ريفولف. ده انسب حاجه ممكن تعملها هنا بعيدا عن الوش بتاع الاكسترود وبعد كده كات وبتاع، فانت هتاخد وقت وتضيع وقت. فانت افضل حل ليك هو ان الشكل سيمتريك على طول يتعمل بامر الريفولف. طب انا ابدا ازاي حاجه زي كده؟ حاجه زي كده تبدا ترسم الشكل الخارجي ده اي حاجه ابعد، هنعمل كده كده وننزل كده ونيجي كده ونمشي كده ونيجي بالشكل ده ونرسم اكسس في النص كده بس. واحده واحده هنبدا نحط الايه، هنبدا نحط الدايمنشن بتاعي. طب يلا نبدا، يلا نبدا. طبعا دي كنت برسم، بس احنا خلينا نبدأ من الأول خالص. نيو اند سيلكت اوكي، اختار رايت بلان او فرونت بلان واعتبر سكتش. بعد كده هنختار امر سنتر لاين، بعد كده ميد بوينت لاين. هعمل الميد بوينت لاين بتاعي، كل اللي عليا هبدأ ارسم الشكل الخارجي، جزء كده وجزء نازل كده وجزء كده وجزء مايل كده وجزء جاي كده وجزء كده وجزء كده وجزء كده. طيب بعد كده كل اللي عليا ابدا بقى ايه، اشتغل بالدايمنشن، ارجع لرسمتي واحده واحده. اول حاجه خليني في ابدا من تحت هنا، ارسم النص ده. النص ده عباره عن كام؟ القطر كله 38 متقسمه على 2 يديك 19. فانا اقوم جايب السمارت دايمنشن وجاي من هنا كده وعامل ايه 19. طيب عايز اعرف الارتفاع ده كام؟ الارتفاع ده فين الرسمه؟ كل اللي عليا انا دلوقتي عايز اعرف الارتفاع ده كام. هو مش مديني ارتفاع التوتال كله 240، هطرح من 83 يديني الارتفاع اللي انت عايزه. ارجع تاني للرسمه، يبقى انا هاجي بسمارت دايمنشن اقول كده ان الارتفاع كله هو عباره عن 240، يبقى ال 240 هطرح منها 83 هتديني 157، يبقى الارتفاع هنا يا شباب هيكون 1 او 157 اند اوكي. طيب مفيش مشكلة، تعال نطول بقى الحتت دي شوية ويرفع لي كده شوية. طيب كده عملنا الجزء ده وعملنا الجزء ده، نرجع لرسمة سريعا تاني. طيب دلوقتي أنا عايز أعمل الحتة دي وأطلع كده أشوف بقى الأبعاد بتاعتي. بص هو راسم لك إيه هنا؟ هو بيقول لك إن أنت عندك 10 في 45. يعني إيه 10 في 45؟ يعني الارتفاع من هنا لهنا، شايف الحتة دي؟ ارتفاع 10، الزاوية 45. طب خد بالك، واحد يقول لي طب الحته من هنا لهنا كام؟ ما هي دي اساسا البوينت دي بتوازي البوينت دي، هتعملها ازاي؟ بص يا سيدي، اول حاجه عشان تعرف البوينت دي بتوازي البوينت، عايز تعرف طبعا دي كام او الحته دي كام، المسافه دي هتجيبها منين؟ هتقول 65 ناقص 22 اللي يطلع تقسمه على الاثنين، واللي يطلع برضو بعد ما تقسمه تطرحه من 10 لان الحته دي برضو 10، تمام؟ تقدر تجيب الجزء ده، طول الجزء ده بس، هو ده اللي انا عايزه. فانا هعمل ايه؟ كل اللي عليا اخد ال 65 اللي قدامي، اطرح منها ال 22 يطلع 43، ال 43 اقسمها على الاثنين تطلع 21.5. ال 21.5 هي من فين لفين يا شباب؟ ال 21.5 عشان بس تبقى الناس متابعه معايا، من اول الجزء ده لغايه هنا، تمام؟ او ثانيه واحده، ال 21.5 هي من هنا لغايه هنا كده، هطرح منها الجزء ده اللي هو ال 10 هيديني الحته اللي باقيه ليا 11 ايه ونص. يبقى ال 21.5 اطرح منها 10 تديني ايه 11.5. يبقى انا هاجي كده من هنا هقول لنفسي ان الدايمنشن ده هيبقى 11 بوينت هاف اند اوكي. طيب دي خليها كده معانا، وهتروح تدي الريشن ما بين البوينت دي والبوينت دي وتخليهم فيرتيكال ايه لبعض، دي ودي ويكونوا فيرتيكال. خلاص كده تمام. طيب بعد كده هتاخد سمارت دايمنشن تعمل الارتفاع من هنا لهنا هيكون 10، تمام؟ برضه الارتفاع من هنا لهنا هيكون 10. هتعمل انجل ما بين ده وده، هتكون ثانية انجل من هنا لهنا خمسة وأربعين، دي أساسا اتظبطت تمام. والزاوية دي برضو هتكون زيها أكيد 45 يا شباب. طيب هو ده اللي أنا كنت إيه عايز أعمله. دلوقتي محتاج مين؟ الجزء اللي فوق دوت اللي هو الجزء ده وده.
فارتفاعه كام؟ ارتفاعه كاتب لي 13 اهي، نصه نص ال 22 اللي هي تمثل 11، يبقى ارتفاع 13، ارتفاع كله 13، نص ال 22 هتبقى 11. كده فاضل لي بس المسافة من هنا لهنا كام؟ فهي عبارة عن، لو رجعت هنا كده، هي عبارة عن نص الجزء ده، الجزء ده مديني الأوتر ديامتر 65. 65 لما تقسمها على 2 تديك غالبا 32 ونص، يبقى على 2 فيها ال 32 ونص، يبقى هاجي من هنا كده وهنا، هي أساسا كده برضو اتظبطت خلاص. مين اللي ظبطها بقى؟ اللي هي الجزء ده، احنا كده كده مخلين دي 11 ونص، ودي خلاص مدينا دايمنشن، ودي فيرتيكال مع دي، ومن هنا لهنا اساسا قايلين ان دي كده 10، تمام؟ الزاويه اساسا هي حددت، هي مظبطاها، يعني الزاويه هي اللي قايله لي، يعني انت دلوقتي لو جيت عملت من هنا مثلا لغايه البوينت دي، هتلاقي ان دي برضو 10، تمام؟ مين اللي عمل كده؟ الزاويه اللي انت ايه؟ عاملها اللي هي 45. طيب دلوقتي كده يعتبر خلصنا، تشيك تاني، تشيك كمان، تمام، كده يعتبر تمام. خد بس السمارت دايمنشن وشوف كده، اتاكد من الارتفاع بتاعك من هنا مثلا، من البوينت دي الايدج ده ارتفاع كله كام؟ 225. فانت هتيجي على الرسمه بتاعتك تشوف الارتفاع، هتلاقيه 240، فانت هتيجي كده هنا كده وتخلي الارتفاع كله 200 240. خلاص، وبكده الشكل اللي كده يكون خلص الشكل، حتى كده بقى ايه، فولي ديفاين. طيب بعد كده هروح على الريفولف، تمام، بعد كده هتدوس اوكي. طيب يا سيدي مظبوط كده. طيب ارجع تاني الرسمه سريعا، فاضل لنا بقى ايه؟ هنعمل الهول اللي في النص دي 12، اللي هي ارتفاع من هنا لهنا 35. فانت هتيجي تختار امر رايت بلين نورمال تو اند سكتش، هتختار سيركل، السيركل دي هتوسطنها كده اللي هي على ارتفاع كسنتر من هنا لهنا كده هتكون 35، وهتخليها فولي ديفاين، تختار الاوريجين السنتر مع الاوريجين خليهم فيرتيكال. ايه تاني؟ طب خليها هنا وهنا. طيب مش مهم، فيتشرز كات اكسترود الداتا بلايند هنخليها ميد بلان كده اوكي. عشان كده نسينا نحدد الديامتر، فنيجي كده ترجع تاني الديامتر بتاعي سمارت دايمنشن، ديامتر كام يا شباب؟ ديامتر هنا عندي 12، انا هاجي من هنا كده وعامل 12 اوكي. طيب هاخد تاني، هخش في تاني او اعمل اكس سكتش بس كده بقى فولي ديفاين، وكده عملنا الهول اللي عندك عند سعادتك ده. طبعا هناخد بقى الجزء اللي فوق ده، وهو عباره عن هول ويزرد، تمام، او هو اللي هو ستريت تاب، ده نوع خاص من الويزرد معمول كمان بكوزمتيك ستريت. عرفت منين؟ بص معمول لك خطين، هو اساسا رسم خطين بس الرسم عشان بس مضغوطه شويه فانت مش حاسسها. الام 12 دي ده بتاعت الكوزمتيك ستريت. بص بقى 35 ده يمثل ارتفاع الهول ويزرد، ده ارتفاع الهول ويزرد. ال 30 دي ارتفاع الكوزمتيك ستريت، دي ارتفاع الستريت، يبقى معانا 35 هي الهول ويزرد. فانا هاجي من او هاجي من الهول ويزرد، النوع اللي هختاره هو الستريت تاب، هاجي هنا فين فين، تمام. احنا هنقول هنا الطيب، هنختار الستاندرد هيبقى داين، قلنا تاني ستريت تاب. السايز يا شباب قلنا كام هنا مرسوم عندي؟ ام كام؟ ام 12 اهوت قدام ساعتك، ام 12. ولا ثانية واحدة، ثانية اتأكد تاني، اختار ديت، امسح بس دلوقتي ام 12 تمام. فانا اخلي السايز بتاعي هو ايه؟ ام 12. انزل 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 هتلاقي ام 12 اهي. بعد كده تيجي على الاند كونديشن تخليها بلايند، وهتعرف ليه؟ عشان هنا هتحدد الاند كونديشن بتاعك بتاعت الهول ويزرد نفسها، قلنا كام؟ 35. الثريد بقى نفسه انت خد بالك ممكن تعمل ثريد جوه الهول ويزرد، في ناس بتعملها من بره من انزل انوتيشن مفيش مشكله، الاثنين ايه سيان، هادي 30. بعد كده هروح على ايه تاني؟ ايه تاني محتاجينه؟ خلاص كده اروح على البوزيشن، هختار الفيس ديت، وهاجي من عند الاوريجن ادوس اوكي. طبعا هيقول لي فين الكوزمتيك ستريت؟ هقول لك الستريت هيظهر منين؟ من الاوبشنز، هتختار اوبشنز، هتختار دوكيومنتس بروبرتيز، هتختار ديتيلنج، هتعمل شيرد كوزمتيك ستريت، انا سيلكت اوكي، وهتلاقي الايه الكوزمتيك ستريت ظهر معاك اهو بالشكل ده.
طيب فاضل لنا ايه بقى؟ السكوير ثريد اللي هو الجزء اللي تحته ده اهم حاجه، يعني ده يعني ارخم جزء، مش رخم بس هو ده اهم حاجه. السكوير ثريد طوله من هنا لغايه فين؟ هنا اللي هو الارتفاع ده كله، تمام؟ السكوير ثريد كاتب لك ديامتر 38 في 7، يعني المربع اللي احنا هنرسمه هيكون 7 كطول وعرض. فانا هعمل ايه؟ كل اللي عليا هختار الفيس ديت، هعمل فيها سكتش، وهختار كونفرت عشان يرسمها لي تاني. بعد كده هروح على الهيليكس اند سبيرال، طبعا تكون عارف الارتفاع ده كام، يعني لو انت نسيته على طول ايفالويت، تختار ميجر تقدر تعرف الارتفاع ده كام. الارتفاع ده كله هو من هنا مش هيديها لك. طيب هتدوس ايفالويت ميجر تاني، الغي ده، هتختار مثلا الايدج او الايدج دي، ماشي مفيش مشكله، مع الايدج اللي تحت هيديك ان الطول 157. لو انت نسيت الطول ممكن تعملها من ايفالويت. طيب فانا هعمل ايه؟ احفظ بقى 157 ده طول الهيليكس اند سبيرال. هاجي من فيتشرز اختار كيرفز، اختار هيليكس اند سبيرال. طول الهيليكس اند سبيرال طبعا انت بتختار النوع اللي هو الهيت اند ريفوليوشن، الهيت كله بقى ايه؟ هخليه 175، قصدي 157، 157 ده كده الطول كله. ايه تاني محتاجينه؟ تمام، يبقى احنا كده بدايته من هنا. يبقى انت عند البدايه دي هترسم مين؟ هترسم السكوير نفسه، خلاص. ايه تاني محتاجينه في الرسمه؟ هو هنا مش مديني الريفوليوشن، فالمفروض يديني كام ريفوليوشن؟ طيب سيام مفيش مشكله، خلينا احنا ايه ندي اي ريفوليوشن دلوقتي 30 مثلا. طيب اند سيلكت اوكي. كل عليا اختار الرايت بلان اند نورمال تو. شايف البوينت دي؟ هنرسم من ايه؟ هنرسم عندها السنتر ريكتانجل سمارت دايمنشن، دي هتبقى 7، والجزء ده برضو هيبقى 7، واوكي. طيب بعد كده من الفيتشرز اختار امر هو السويبت كات. السويبت كات بيتطلب منك البروفايل والهيليكس اند سبيرو. ثانية بيحاول. طيب يبقى انا هنا في البروفايل هنختار السكتش اللي هو السكوير، وهنا في الهيليكس اند سبيرال هختار مين؟ الهيليكس اند سبيرال نفسه. بعد كده هضغط اوكي. طيب في حاجة بقى عايز اقولها، لو مثلا الهيليكس اند سبيرال ما بيشتغلش احيانا معايا، يعني قصدي اللي هو السكوير ثريد ما ساعات احيانا ما بيشتغلش معايا او بيبقى فيه مشاكل. ثانية واحدة كده خلينا نخفي ده. طبعا هو السكوير اساسا انا مقلل النمبر في الفيوشن، او ان انت بص لو ما اشتغلش معاك انا في حاجات انا بتحكم فيها معينه، اللي هو كالاتي: باجي عند الهيليكس اند سبيرر، يا اما بتحكم في الريفوليوشن، طبعا مثلا زودنا كنا مزودين الريفوليوشن 30، واضغط اوكي. يبقى انت بس بتقلل في الريفوليوشن او تخليها 30 زي ما تحب، تمام. بعد كده لو هي برضه ما اشتغلتش معاك في حل تاني. اولا معلش انا اعتذر، البيتش 7 يعني 3.5 و3.5 ده كطول وعرض. فانا هاجي هنا على هاجي هنا على الكات سويبت، اختار السكتش وهتعدل دي بقى، تخلي الطول 3.5 هنا و3.5 من هنا، هتلاقيه اشتغل معاك عادي، تمام. هي الفكره كلها بيبقى انت ايه، لما كل ما يطول فيبقى صعب جدا ان هو يدي فرق، فاهم قصدي؟ يدي فرق ما بين كل مثلا ريفوليوشن وريفوليوشن تاني، فاهم قصدي؟ صعب ان هو يعمل حاجه زي كده. على العموم هي دي كانت الرسمه النهارده، اتمنى تكون استفدت منها، وكده يبقى خلصنا الامتحان. اشوفكم فيديو جديد، سلام عليكم.